ايوه يا باشا، موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا، هو انا اول مره يعني يا باشا. بس يلا بقى يا مرشدي، السرغة هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده، علشان الزبون استعوان. يلا سلام سلام. لا مؤاخذه، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك، نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. شكرا، مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله، ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا لا؟ لا بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بالملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده، كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا ده؟ لا ان شاء الله ستر. صدر؟ بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع ده. يعني مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة يعني كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوره هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا. تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش ابتدوا يكلموني. بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه؟ احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست. ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيبي. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ هو تعمل كده؟ لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل تعبانه شويه. معلش، الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا، لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها؟ لا لا بقول لك، بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس كمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كدبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول له. انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا، الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيتك. الله يخرب بيوتهم. معلش اتفضل، ده لسه حسابك عند ربنا. استنى اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يصبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده أهو، شكلي نانسي. وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهله سودا. يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟
صغير عليا جدا. ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوت. كل شويه يعني لازم يتقطع مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي، بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه، بس هو بشكير. انا عملاق هعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني ياما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو مفتري، انا عملاق. صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استاذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، تعبش نفسك، انا نزلك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت، هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلت مع عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشده عشان لو فضل المدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا ها؟ ليه توا الايتاوة يا معلم يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع، لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف يا دي اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا عارف يا معلم؟ بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم؟ انت بتتوتر ليه فجاه معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تامر انت بيه، انا هعرف انا اول اخري. انت مبرق ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انسى اللي بقول لك. حاضر يا سلام يا عاطف. امشي حماده. حماده حماده يا ابني انت اصحى يا حماده، اصحى اصحى يا حماده. يا فرق اسود، وهكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهلبة من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى، ما تفرطفليش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعال بس تعال، انت اديت الهلبة قوتك، ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتوترت شويه من نفسي. جرب يا جن يا جحيم. لف 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 يا عسل عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتخسر. يلا اتنطط يا انت. بس 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 بس